حريصين أولادنا ما يكون جوهم داخلي، لأنه نحن الأهل ونحن المدرسة. نشكرهم كل فعاليات تتناسب مع أعمارهم. هاي الفعالية قاموا فيها بالصيف بقلعة دمشق، رسموا هالرسومات الحلوة الجميلة اللي قدامكم، واللي شدني كثير إلها إنه الحمد لله في تفاؤل وفرح، مثل ما كانوا قلنا القائد المؤسس حافظ الأسد، إنه وهلأ استمرارية السيد الرئيس بشار الأسد وعقيلته، إنه نقل أطفالنا من الألم والحزن إلى الفرح والتفاؤل. مهرجان هو المعرض عبارة عن نتاج مهرجان سواعدنا بتجمعنا بقلعة دمشق برعاية وزارة الثقافة والمعهد التقني للفنون التطبيقية. المعرض هذا عمل الأطفال مع احتياجات خاصة، مشاركة خصيناهم بأعمالهم الخاصة جبناها على مدارس الشهداء. في عنا لوحة كبيرة بتشوفوها معنا بقياس 13 متر، هي تقدمة للأطفال للمدام للمكان الموجودين نحن فيه وللسيدة الأولى. كان عملهم عبارة عن 4 ورشات: خزف، نحت، رسم وتلوين، وخط عربي. نتاج المهرجان هو هذا المعرض اللي شايفينه نحن. احنا عملنا التكريم وكان بقلعة دمشق برعاية وزارة الثقافة، وكان موجود استاذ توفيق الإمام معنا. حبت المدام شهيرة انه احنا نعمل تكريم للأطفال بقلب المدارس كرمال يشجعوا باقي الأطفال ورشات تانية معنا. استضفنا بنات وأبناء الشهداء بالمعهد مع أطفال ذوي حاجات خاصة، نعمل دمج بيناتهم، نقدر نخلق من طفل ذوي حاجات خاصة طفل قادر على الإنتاج، ونرجي أنه ابن الشهيد قادر على العطاء بكل شيء بيقدر يملكه. فإجوا كانوا نعمل دمج، قدرنا نطور الاثنين بمساعدة أساسية من المعهد، وطلاب المعهد كانوا مشرفين. رسمنا هاي اللوحة بمشاركة أبناء وبنات الشهداء، رسمنا أنه قديش بتعبر عن فرح وحزن وكل شغلات بتضم أنه مشاعر مواطنين سوريا. احنا شاركنا بمعرض أنه من المدرسة، هي فعالية اجوا طلبوا منا مشروع ونحن رحنا شاركنا فيه، وأنا رسمت هاي اللوحة حتى اني اعبر عن المكان وجماله هنيك، وانه وشفنا هنيك انه من طبيعه المكان وجماله، فانا حبيت اني اعبر عن المكان هنيك من خلال الرسم. اول شيء نحن استخدمنا تقنيه جديده اسمها تقنيه الطباعه، جبنا ورق، يعني نحن كنا بالقلعه حد هيك طبيعه كتير حلوه، اخذنا اوراق من الاشجار وحطينا عليهم الوان مائيه وطبعنا هنا على هاي اللوحه. حبيت هيك، انا بحب الالوان الفاتحه كتير وبحب ارسم الطبيعه كتير، فكمان حبيت هالمره اعمل شيء طبيعي انه من الورق. هاي اللوحه بتعبر عن تراث دمشق القديم من خلال الفن الشعبي، وتعلمنا من المعرض كتير اشياء مثل دمج الالوان.